دانا حسين العداء العراقية، أهلا ومرحبا بك دانا. رصاصة العرب، غزالة العراق، ما هو اللبس الذي حدث جراء تعطيك أو عدم تعطيك للمواد المنشطة؟ هل ستذهبين إلى أولمبياد طوكيو أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية الأمر أنا هسه مو غايتي ولا هدفي مشاركتي بأولمبياد طوكيو، هدفي الأول والأخير أنه أحارب من أجل اسمي. دانا، العرب العراقيون يعولون على حضورك، ومن الأهم من المهم جدا حضورك، يعني عدم حضورك خسارة كبيرة للعرب جميعا والعراق تحديدا كما تعلمين، وهذا مهم نعرف، لأنه أكيد يجب أن تبرئي ساحتك وأن تثبتي بأنك لم تتعاطي المنشطات، ولكن أنقل لك وجهة نظر الجميع، الجميع بانتظارك في أولمبياد طوكيو، تفضلي. نعم 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 هذا الشيء أكيد، وأني أصلا أساسا تخطيطي وهدفي كل الأولمبياد، بس مع الأسف أنه أكو ناس تحب دائما تسقط دانا حسين، تحب دائما تخلي دانا حسين أنه تستبعد من الأولمبياد، وهم هذا هدفهم أنه يستبعدوني من البطولة. الكتاب وصل أنه أني صار عندي إيقاف مؤقت بسبب أكو عينة طالعة بالإدرار مالتي إنه أكو مادة محظورة، والمادة نسبتها جدا 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 ضعيفة جدا، يعني حتى أقل من 4%. والاتحاد الدولي لو شايف عندي مادة ممنوعة أو مادة قوية بجسمي على طول راح يسوي بي كتاب حرمان لمدة 4 سنوات أو مدة 6 سنوات أو 8 سنوات. صحيح. بس مع الأسف إنه الخبر على طول انتشر انه شافوا انه طبق دسم مع الاسف يعني جماعتنا، ورسم قالوا حرمان واستبعاد واي شيء. فانا ذكرت مين بدايه جماعتنا الحديث يا دانا؟ انه اني ماذا تقصدين بجماعتنا؟ من والله يريد صراحه اني اول محاربة خبر دانا شفته حسين اليوم على الداءة العراقية والعربية المعروفة؟ من يريد محاربة دانا؟ من تقصدين؟ والله صراحه اني اول خبر شفته هو من جريده اللجنه الاولمبيه اللي هم يعني جماعتنا، فهم المفروض يوقفون وياي، المفروض يساندوني، لان انا مقدمه للبلد، لانه انا اساسا كنت احارب من اسم بلدي. بس مع الاسف اليوم هم كاتبين حرمان واستبعاد، وهو ماكو حرمان، هو ايقاف مؤقت. وانا ذكرت بدايه الحديث قلت لك انا مو غايتي انه المشاركه حاليا، بالعكس انا هسه صار لي تقريبا 20 يوم انا معسكره بانطاليا وهدفي كليته اولمبياد، بس من بعد ما اشتعلت الحرب علي وقمت اسمع كلام مو صحيح، انا حاليا احافظ على اسمي، لان انا اقدر اشارك بطوله عالم، واقدر اشارك بطوله اسيا، واقدر ارفع العلم العراقي باي محفل ثاني، تمام؟ لان المشاركه تتعوض، بس اسمي من ذهب، وانا اسمي حفرته من ذهب، ولازم احافظ على اسمي. يعني يؤلمني ان ارى الدمعه في عينك دانا، وأنت كسرت الرقم القياسي العربي لأسرع امرأة وأسرع عداء عربية. يؤلمني حقيقة أن أرى، أو يعني أشعر بأنك تشعرين بالظلم حقيقة. كيف صح. كيف دانا حسين، كيف سيعني تعيد البريق إلى اسمها وإلى لقبها رصاصة العرب وغزالة العراق؟ صراحة ما دام أنا الحق وياي، ما دام رب العالمين واقف وياي، ما راح يهمني هذا الكلام ان شاء الله، وراح يبين الخيط الابيض من الخيط الاسود باذن رب العالمين، لان انا انسانه طريقي نظيف وثوبي نظيف، وان شاء الله عن قريب اني حد اليوم مستمره بتدريباتي، سواء شاركت بالاولمبياد او ما شاركت بالاولمبياد، ان شاء الله اني مستمره وراح اتدرب، ولو كانت حتى لو 1% هذا العقوبه صارت سواء سنه او 6 شهور، انا راح ابقى مستمره باذن رب العالمين، وراح اراوي للعالم انه دانا هي شنو. لكن دانا، اليوم الاتحاد العراقي يعني أصدر بيانا ووقف إلى جانبك وقال بأنه نعم. لو كانت المعلومات مؤكدة حول تعطيك المنشطات لتم حرمانك على الأقل 4 سنوات، يعني فريق صح. طبي صح. تخصصي كيف لا يستطيع التمييز والتفريق بين جرعة قليلة من الكورتيزون مستعملة لعملية تجميلية لجراحة الأنف وبين ما هو ممنوع من المنشطات؟ صراحة اليوم أني استغرقت الوقت ممكن ساعتين إلى 3 ساعات، سويت سيرش بحث على موقع الاتحاد الدولي على أسماء الرياضيين المنشطات، أني اسمي لحد الآن ما موجود حتى بقائمة اللي شاكين في أمرهم، أني اسمي ما موجود.
لحد هاي اللحظه اني داخله على موقع الاتحاد الدولي، الاسماء المحظوره دوليا اني اسمي موجود. هذا مبشر دانا، سننتظر ال72 ساعة المقبلة وبإذن الله نراك في أولمبياد طوكيو لترفعي اسم العراق واسم العالم العربي عاليا. دانا إن حسين شاء الله. العداء العراقية، شكرا لك.